ادناش حاجه في منطقه الكوكسيجيال، ومفيش ما بين سي 1 سي 2 ديسك. تمام؟ فاحنا عندنا 33 فقره ما بينهم 23 ديسك، اللي يمثل تقريبا حوالي 25% من الهايت بتاع السباين متمثل في منطقه الديسك. طيب ربنا خلق العمود الفقري ثابت بالشكل ده؟ لا، هو خلقه بانحناءات معينه بنسميها حاجه اسمها ساجيتال بالانس. على منطقه السيرفايكال او السي سباين مش هنلاقيه واقف بالشكل ده، هنلاقيه واخد سنه كيرف بنسميها لوردوتيك كيرف، وعلى الدورسال كايفوتيك، وعلى اللمبر لوردوتيك. اي خلل في الحاجات دي تعمل على طول ايه؟ بين. اعتقد نصكم بيشتكي يا اما من نيك بين يا اما من لو باك بين، مش كده؟ اعتقد 90% منكم يعني ريليتد بشكل اساسي لخلل في الساجيتال بالانس. لو عملنا لكم اكس راي على السيرفايكال مثلا مش هلاقي موضوع الاوردوتيك سي سباين ده خالص، هلاقي السي سباين ستريتند واقف بالشكل ده. الدورسال هلاقيه عندكم اكسجريتد او عند اغلبكم. اللمبر يا اما هتلاقيه هاي ارشد او هتلاقيه فلات باك. اي خلل في الساجيتال بالانس هيعمل على طول بين، وات ايفر، نيك بين، دورسال بين، انترسكابولر بين، لو باك بين. عشان كده دايما نقول ايه؟ الستاند تول اند سيت تول، يعني دايما وانتوا قاعدين ما تبقوش كافيين نفسكم شويه على المكتب كده، اقعد وظهرك مفروض، وانت واقف برضو دايما وقفتك مفروده، وقفتك طويله وقعدتك طويله. زي ما اتفقنا ما بين كل فقره والتانيه في ديسك. الديسك ده عباره عن ايه؟ عباره عن ماده جيلاتينيه بنسميها نيوكلس بالبوزس، حواليها الياف تقريبا من حوالي 25 ل 30 فايبرز بنسميها انولس فايبروزس. لما تسمع وتقول فلان وجاله ديسك، يعني فلان جاله ديسك، يعني ايه فلان جاله ديسك؟ يعني النيوكلس دي، يعني النيوكلس دي طلعت من مكانها. يبقى معنى فلان جاله ديسك وات ايفر سيرفايكال او لامبر، على طول تتخيل ان هي المقصود بكلمه ديسك هي النيوكلس. يبقى الماده الجيلاتينيه دي طلعت من مكانها ايا كانت شكلها ايه وهي طالعه وراحت فين لما طلعت. ده منظر برضو تشريحي للديسك. ماده جيلاتينيه تقريبا 90% من الماده دي عباره عن ايه؟ ميه. تمام؟ وزي ما هناخد بعد كده في الام ار اي، الميه بيبقى لونها خاصه في التي 2 ايمج لونها ابيض. فلما تلاقي شكل الديسك في جزء منه لونه ابيض تعرف ان الديسك ده ديسك ايه؟ هيلثي. ستيل ديسك بيحتفظ بالووتر كونتنت بتاعته. فدي الماده الجيلاتينيه اللي في النص وحواليها ايه؟ حواليها الفايبرز اللي بنسميها انيولس فايبروزس. طيب الفقرات ممسوكه في مكانها بايه؟ يا اما بمفاصل ارتكيليشن او بايه؟ باربطه بليجامنتس. الليجامنت اللي بيمسك السباين من قدام اسمه ايه؟ او بنسميه الاي ال ال. والليجامنت اللي بيمسك الفيرتبرال بادي من ورا اسمه ايه؟ بادي بالظبط، او بنقول عليه ايه؟ بي ال ال. معلومتين عن البي ال ال، ان البي ال ال ده بيبقى سترونجست ان ذا ميد لاين، يعني هو ماسك الفقرات ظهرها من ورا بس في النص بالظبط الالياف بتاعته قويه جدا وعلى الاطراف ضعيفه. وبالتالي لو حد جاله ديسك غالبا مش هيبقى الديسك ايه؟ سنترال. غالبا هتلاقيه مشفت يا يمين يا شمال، بنسميها بارا سنترال او بوسترولاترال. ده بسبب ايه؟ بسبب ان البي ال ال في النص فيري سترونج. احيانا في بعض الناس ممكن يحصل عليه اوسيفيكيشن، يبتدي يحصل عليه كالسيفيكيشن وبعد كده يتقلب زيه زي العظم بالظبط، بنسميها ده ترم، ده باثولوجيكال ترم اسمه او بي ال ال او اوسيفايد بوستيرور لونجيتودينال ليجامنت. واحيانا الحالات دي بتجي لنا كوادري، العين جاي لك بساينس اوف كورد مايلوباثي، تبتدي تدور على الاسباب لحاجه زي كده ما تلاقيش ديسكات بس تلاقي ايه؟ اوسيفايد بي ال ال، ما تشوفوش غير في السي تي. عشان كده مفيش عين سيرفايكال اعمل له اي مانوفر من غير ما اعمل له سي تي سباين عشان خاطر ايه؟ الاو بي ال ال. تمام؟ طيب يبقى دي جسم فقره
وفي لامينا ورا، ما بين كل لامينا والتانية في ليجامنت اسمه ليجامنتم فليفم، لونه ايه؟ اصفر، عشان كده بنقول عليه ايه؟ يلو ليجامنت. يبقى ده الاكسبريشن التاني لليجامنتم فليفم، او الاسم التاني ليه اسمه يلو ليجامنت. ما بين السباينس وبروسيس وبعضها في ليجامنت اسمه انتر سباينس، لانه ما بين السباينس بروسيس اسمه انتر سباينس ليجامنت، وماسك من ورا التب بتاع السباينس بروسيس من اول فوق لحد تحت ليجامنت اسمه سوبرا سباينس ليجامنت، وده اقوى ليجامنت في جسمك كله. حتى عشان كده بعد ما بنقفل يفضل نقفله كمان، لان ده اللي بيمسك الظهر وشد الظهر من ورا. طيب الفقرات مع الارتكليشن ما بينها وما بين بعضها عملت أناية عصبية بنسميها سباينال كانال. السباينال كانال دي ماشي فيها ايه؟ سباينال كورد. نهايته فين السباينال كورد؟ تمام، الأسئلة دي كلها بتيجي ام سي كيو. تمام، يعني اللي هيقول لي نهايته lower border of the L1 صح، upper border of the L2 صح، disk space between L1 L2 صح. تمام، طيب افرض بالصدفة عملت للعين اشعاعات ولقيت الكورد مش عند L1 ولا L2، لقيته عند L3 و L4، ده نورمال؟ ايه؟ ايوه، دايما بنشوفها في الاطفال. هل ده نورمال؟ لا، نورمال في الاطفال مش هتلاقيه، مستحيل عند الليفل ده، هتلاقيه عند الليفل ده زي الادلت بالظبط، مش هينزل لك تحت على L3 او L4. خلاص، يعني انا بقول لكم الحته دي ليه؟ عشان لو مسكت MRI مش بس عينك هتيجي على الديسكات، لا يا حبذا لو تبص على ايه، على الكورد كمان، وتشوف التيرمينيشن بتاع الكورد على انهي ليفل. لما تلاقيه تحت L2 عند L3 L4 L5 ده معناه ايه؟ معناه ان الكورد ده مشدود، مش كده؟ شدته دي بتعمل لنا متلازمه بنسميها تيثرد كورد سندروم، هتسمعوا عنها. تمام، مشهوره قوي في الاطفال، ودايما العيال دول دايما بيبقى عندهم انكونتيننس. خلاص، 5 6 7 سنين ستيل ما فيش كنترول للبلادر، انكونتيننس. تسيرش ورا الكلام ده، من ضمن الاسباب المتعلقه بينا هي حاجه اسمها تيثرد كورد سندروم. طب ايه اللي خلى الكورد يتشد وينزل لتحت زياده عن الطبيعي بتاعه؟ فايلان تيرمينال. المفروض نهايه الكورد ممسوك بحبل رفيع كده لحد الكوكسكس من تحت. لو الحبل ده قصر وتخن بقى شورت وثيك، هيعمل ايه؟ هيشد الكورد، ولما الكورد يتشد الاعصاب بتاعته بتضعف، بيتمزع، وممكن يجي لهم انكونتيننس، ممكن يبقى عندهم ويكنس، وات ايفر هيبقى عندهم ايه بعد كده. خلاص، حتى العيال دي احنا بنعمل لها عمليه، بنعمل لها حاجه اسمها انتثرنج، الفايلم المشدود لتحت او مقصه، لما اقصه ايه اللي يحصل؟ الكورد جرادوالي هيبتدي يطلع لمكانه الطبيعي، وبالتالي الشد اللي موجود على الاعصاب ده بيقل تدريجيا، وبالتالي الاعراض اللي على الحاله بتستجيب بشكل كويس بعد الانتثرنج. كل الكلام ده احنا بس يعني بندردش معاكم، انتوا برضو مش مطالبين بالزيادات دي خالص، بس تبقى حاطط في دماغك ان الكورد بينتهي عند ليفل معين، لو شفته اكستند بياند ليفل ده تعرف ان عنده ممكن يكون عنده حاجه اسمها تيثرد كورد سندروم بسبب شورت ثيكند فايلم تيرمينال. محتاجين ايه العيال دي؟ محتاجين تعمل لهم حاجه اسمها ان تيثرنج. تمام، طيب الكورد بينتهي عند L1 او L2 مش كده؟ طيب بقيه الاعصاب بتبقى نازله في السباينال كانال شبه ايه؟ بالظبط، فبيسموها كودا ايكواين. وبالتالي لو حد جاله ديسك خاصة عند L1 L2 أو L2 L3 أو ايفن L3 L4 مش هيضغط، يا حبذا لو سنترال ديسك كبير جدا وسنترال، مش هيضغط على عصب واحد، هيضغط على مين؟ على مجموعة أعصاب نازلة كلها من فوق لتحت، اللي هي الكودا ايكواينا نيرف روتس، والآن هيجيله حاجة اسمها كودا ايكواينا سندروم، وات ايفر سببها ايه؟ سببها ديسك برولابس، سببها تيومر، سببها فراكشر، سببها انفكشن، وات ايفر السبب ايه؟ الان ده هيجي له متلازمه بنسميها كودا ايكواينا سندروم، ودي بالنسبه لنا في نيورو سيرجري دي حالات ايمرجنت، زي حالات الابيدورال هيماتوما، زي ما الدكتور عمرو قال لكم الحالات دي ما بتتسابش، لان لو سبتها العام بيموت، ولو لحقته العام بيرجين الكونشس ليفل بتاعه. ذا سيم، حالات الكودا ايكواينا سندروم يفضل تتعمل في اول 48 ساعه من الاصابه. يعني انت مجرد ما تشخصه لازم تعالجه،
وتعالجه مش دوائي، تعالجه سيرجري، لان غالبا غالبا وراها سيرجيكال كوز. تمام؟ ما ينفعش تديله بريسكريبشن وانالجيزكس ومصر ريلاكسنت وبتاع وتعالى لي بعد اسبوع ولا بعد 10 ايام. يعني الكلام ده تهريج. خلاص؟ طب الحدوته بتاعت الانزلاق الغضروفي القطني بتبتدي ازاي؟ لما نيجي نسمع ده فلان جاله ديسك، مهم قوي تسال على الايه؟ على الهيستوري، هو ايه اللي حصل؟ هتسمعها، كنت بشيل حاجه تقيله من على الارض، شوال رز ما اعرفش بعمل ايه، الكلام ده كله، لازم تسمع حاجه، لازم هتلاقي هيستوري لحاجه معينه. ما ينفعش حد جاله ديسك برولابس كده من الباب للطاق. تمام؟ لازم تدور على حاجه. فلازم تدور على الميكانيزم اوف تروما، ايه اللي حصل؟ اقول لك غالبا وطيت وشلت حاجه تقيله، شلت انبوبه، شلت سكارت روز، ما اعرفش كنت بساعد مين، الكلام ده كله. اول ما وطى وشال، لو خدت بالك من الصوره دي، اي ديسك جواه بريشر، جواه ضغط معين، بنسميه ايه؟ انترا ديسكال بريشر. خلاص؟ الانترا ديسكال بريشر او الضغط داخل الغضروف بيبقى قليل جدا. على انهي وضعيه؟ على انهي بوزيشن؟ وانت نايم فلات. خلاص؟ ويبتدي يزيد تدريجيا، هنشوفها بعد كده في الاخر يعني. يعني الوضع اللي انتوا قاعدينه ده السيتنج بوزيشن ده، الضغط جوه الغضروف زايد شويه. لو انت قاعد ومايل على الديسك بالشكل ده، الانترا ديسكال بريشر زايد شويه. يعني احيانا القعده لوحدها ممكن تجيب لك ديسك. خلاص؟ يعني القعده لوحدها على اللونج ران دايما تيجي ديسك. عشان كده دايما العيانين دول انا بسالهم انت بتشتغل ايه؟ طبيعه شغلك ايه؟ بيشيل بيحط. احيانا الناس كتيره جدا بيبقى محاسب بنك او موظف او شغله مكتبي بشكل كبير جدا، قاعد على مكتب رامي نفسه على كمبيوتر، ممكن يجي له ديسك بالشكل ده، ممكن يجي له ديسك بالشكل ده، بس ما بيبقاش بنفس الحجم للناس اللي بتبقى شايله حاجه تقيله زي كده. وطى جاب حاجه تقيله من على الارض، اه يا ظهري على طول، مش كده؟ ايه ظهري دي سببها ايه؟ سببها ده ايه ده؟ مش سببها ان الغضروف طلع من مكانه مره واحده، الا لو كانت التروما عنيفه جدا قطعت الانولار تير والنيوكليوس هرب من التير ده وبدا يضغط على الاعصاب. فالقصه دايما تبتدي بتير او كراك او فيشر او شرخ في منطقه الانولوس، هي دي سبب ايه؟ سبب الباك بين. بعدها بفتره هتسمع من العين المعلومه دي، يقول لك يا دكتور انا اشتكيت من الاول بوجع في ظهري، بعدها باسبوعين ثلاثه اربعه مع العلاج وجع الظهر خف وبدا يسمع فين؟ في الرجل. بدا يسمع في الرجل دي معناها ايه؟ معناها ان النيوكليس دي بدات تطلع من الكراك اللي اتعمل في الانولس وبدات تضغط على نيرف روت ويعمل له حاجه اسمها الالم اللي بيسمع في الرجل اسمه سياتيكا او سياتيك بين. خلاص؟ مراحل خروج النيوكليس من مكانها فيري 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 امبورتنت، مهم ليك انت ومهم ليك في قرايتك للاشعاعات ومهم ليك لما تيجي تشتغل العين وتفتحه تبقى انت عارف العين ده في انهي مرحله بالظبط. اول مرحله دايما تحصل زي ما اتفقنا بيحصل انولار فيشر او انولار كراك، يتبعه ان كميه الميه اللي موجوده في قلب النيوكليس تقل تدريجيا، يجي له حاجه اسمها ديسك ديجنريشن. يبقى المقصود بكلمه ديجنريتد ديسك اللي كلنا هنمر بيه عند مرحلة عمرية معينة، ده المنطق وده الطبيعي، ان كمية المية اللي موجودة في قلب الديسك او في قلب النيوكليس هتقل تدريجيا، ولما تقل تدريجيا هتبقى المسافة ما بين كل فقرة والتانية اخبارها ايه؟ هتقل. اللي هتسمعه يقول لك ده عنده فقرتين راكبين على بعض. فقرتين راكبين على بعض ده مش معناه ان اللي عنده ديسك هيرنيشن او ديسك برولابس، معناها ان كمية الووتر كونتنت اللي في قلب النيوكليس قلت، خلت ايه؟ خلت الفقرتين يبقوا قريبين من بعض والديسك سبيس هاي يبقى diminished. تمام؟ طيب تاني حاجه ممكن تحصل ايه؟ احنا عندنا انولار تير مش كده؟ او انولار فيشر، وبدات النيوكلس تطلع من مكانها بس ستيل ايه؟ كفرد بايه؟ حته انولس. هي طلعت بس لسه مستغطيه بحته انولس، دي بنسميها ايه المرحله دي؟ ديسك برولابس او ديسك بروتروجن. يبقى لما تيجي تقرا ريبورت في ام ار اي
يعني دايما الراديولوجيست الشاطر هيوصف لك الديسك ده، هتسمع كلمه ديسك بلج طلعه من دماغك، sometimes it's a normal variant ولا حاجه ما اعتبروش ديسك برولابس، هتسمع ده عنده ديسك بروتروجن، فتبقى انت عارف ايه ان اللي حصل ايه، حصل انولار تير بس مش كومبليت انولار تير، اتس ايه اتس ا بارشال انولار تير مش كده، وده قطع جزئي ولا قطع كلي في الانولس، جزئي ستيل النيوكلس اللي هرنييتد بره دي كفرد بايه بانولس، يبقى المرحله دي هنسميها ايه ديسك ايه برولابس او ديسك بروتروجن، دي اسئله امتحان بالمناسبه. طيب افرض الانولس كلها اتقطعت والنيوكلس طلعت من مكانها بس ستيل الجزء اللي طالع ان كونتينيوتي مع بقيه الديسك اللي جوه، يعني ما اتفصلش، اللي حصل ايه، حصل كومبليت انولار تير وقطعت كلها والنيوكلس طلعت من مكانها بس ما اتفصلتش عن بقيه الايه، عن بقيه النيوكلس اللي جوه، الستيج دي اسمها ايه، ديسك ايه اكستروجن. يبقى الديسك اكستروجن ده عباره عن هرنيشه للنيوكلس مصاحبه ايه كومبليت انولار تير بس ستيل النيوكلس او ستيل الجزء اللي طالع ان كونتينيوتي مع بقيه الايه، مع بقيه الديسك. الكلام ده هنشوفه في الاشعاعات، يعني ممكن لما نيجي للام ار اي وحد منكم هيكومنت على الام ار اي انت هتقدر تقول اللي طالع ده ديسك بلج، ديسك بروتروجن، ديسك اكستروجن، ديسك. طيب افرض الحته اللي طلعت دي فصلت خلاص، فصلت عن بقيه النوايا بتاعت الغضروف كلها، ده بنسميه ايه، ديسك سيكوستريشن او سيكوستريتد فراجمنت. يا اما هتلاقي الفراجمنت دي هنا، يعني هي اتفصلت، هي مش على الصوره دي خلي بالك احنا هنشوفها بعد كده، او هتلاقيها طلعت سنه فوق او هتلاقيها نزلت سنه تحت. طلعت سنه فوق بنسميها ايه، هاجرت لفوق، هاجرت لفوق يعني ايه، كرينيالي مايجريتد. طب نزلت لتحت او هاجرت لتحت، كودالي مايجريتد، عشان لما تكومنت تقول اللي عنده سيكوستريتد فراجمنت وذ كرينيال مايجريشن او وذ كودالي مايجريشن، عشان دي بتفرق معانا واحنا شغالين الفراجمنت دي طلعت فوق نزلت تحت افتح فين بالظبط عشان ما اتلخبطش يعني. خلاص يبقى دي مراحل الديسك، اول حاجه ديسك ديجنريشن، ثاني حاجه ديسك برولابس او بروتروجن، ثالث حاجه اكستروجن، رابع حاجه سيكوستريشن. لمعلوماتكم احيانا السيكوستريتد فراجمنت تفانش سبونتينيوسلي، يعني انت عملت رنين للعيان والعيان فيه فراجمنت سيكوستريتد منفصله تماما عن بقيه الغضروف، والعيان بيستجيب معاك بشكل حلو للعلاج الدوائي والعلاج التحفظي والفيزيوثيرابي والكلام ده كله، تيجي تعمل فولو اب للعيان ده بعد 3 شهور او بعد 6 شهور بتبص على الفراجمنت ما لقيتهاش بالظبط، حصل لها ايه، خدته باثولوجي مش كده، هو ترم معروف اسمه ابوبتوزس، ان جسمك انت اتعرف على الحته اللي طلعت دي كانها حاجه غريبه وبدا يهاجمها بالفاجوسايت والكلام ده كله تحت مسمى اسمه ابوبتوزس، ومع الفولو اب مش هتلاقي ايه، مش هتلاقي الفراجم. هنشوف الكلام ده في ام ار اي مع حالات برضو يعني. طيب فلان جاله ديسك، فلان جاله ديسك يعني ايه، يعني الغضروف طلع سنه من مكان، لما يطلع من مكان يا اما هيطلع في النص ونسميه ايه سنترال ديسك، ومن رحمه ربنا علينا ان نسبه السنترال ديسك برولابس قليله مش كتيره، وده نتيجه ايه، ان البيلال فيري فيري سترونج او فيري فيري ثيك ان ذا ميد لاين، او هتلاقي الديسك ايه ده سنترال ديسك ولما يضغط مش هيضغط على عصب واحد، ده هيضغط على ايه، كل اللي انتم شايفينه ده، ده مالتيبل نيرف روتس اللي هم اللي نازلين تحت اللي هم الكودا ايكواين، فعيان السنترال ديسك برولابس ممكن لا قدر الله يجي له ايه، كودا ايكواينا سندروم. ثانيه واحده اي مختلف، لا هيجي لك على اربعه ان شاء الله، برضه دي اسئله امتحان، اسئله شورت نوتس، اسئله اكمل، اللوكيشن اوف ديسك هرنيشن يا اما سنترال او برا سنترال او بنسميه بوسترو لاترال زي ده، او
فورامينال عند الفورامين، او هتلاقيه اكسترا فورامينال، او ممكن تلاقيه ايه قدام، يعني طلع لقدام. يفرق معايا في حاجه؟ يفرق معايا في حاجه الديسك الهرنييت اللي قدام؟ لا حاجه، ولا الهوا ولا هيضغط على ايه قدام، هو مرمي في البط في البريتون، nothing at all. تمام، اللي يفرق معايا انا الديسك اللي ماجريت اللي ورا، وات ايفر بقى هو سنترال برا سنترال او بوسترو لاترال فورامينال او اكسترا فورامينال. طيب العيان اللي جاله غضروف ده هيشتكي من ايه؟ اسئله امتحان. تمام، ممكن تجي لك في صوره كيس سيناريو او هيجي لك في اي شكل. تمام، فمهم قوي الكلينيكال بيكتشر، لازم اول سطر ده دي اسطمبه لازم تحطها. العيان اللي عنده انزلاق غضروفي قطني هيشتكي من ايه؟ وجع في ظهره مش كده؟ لو باك بين، ووجع الظهر ده هيبتدي يسمع في الرجل، يبقى عنده حاجه اسمها ايه؟ ساتك. نفس السطر ده هنحطه في العينين اللي عندهم سيرفايكال ديسك برولابس. اللي عنده انزلاق غضروفي عنقي هيشتكي من ايه؟ وجع في الرقبه، مسمع في الدراع، عنده نيك بين، الالم اللي بيسمع في الدراع في البريكيوم اسمه برافو براكيالجيا. خلاص، الم في الرقبه، مسمع في الدراع، نيك بين، براكيالجيا، غالبا مع سيرفاي، غالبا مش دايما يعني، بس غالبا مع سيرفايكال ديسك برولابس. الم في الظهر، مسمع في الرجل، غالبا مع لامبر ديسك برولابس. تمام، يبقى انت بتتكلم مع العين، ايه اللي حصل؟ شلت حاجه تقيله، حسيت بالم في الظهر، مسمع في الرجل. هتساله سؤال مهم قوي، السؤال ده تقدر من خلاله وانت قاعد على مكتبك على الكرسي تعرف الليفل اوف ذا ديسك برولابس. هل ده ال1 ال2 ال2 ال3 ال3 ال4 ال4 ال5 ال5 اس1، والغضروف ده طلع على انهي ليفل؟ تمام، اشهر انزلاقات غضروفيه قطنيه على الاطلاق ممكن نشوفها على انهي ليفل؟ بالظبط ال4 ال5 وال5 اس1. هتلاقي في كتب كاتب لك ال5 اس1، وهتلاقي في كتب كاتبها لك ال4 ال5. الرياليتي في الواقع اللي احنا بنشوفه اكتر انزلاقات غضروفيه على 4 5، دي اكتر حته بتشيل بتشيل الهايت كله او بتشيل وزنك كله، دايما الحمل كله على ال4 ال5. هتساله طبعا في الم في الظهر، مسمع في الرجل، هتقول له في تنميل في صوابع رجلك او في تنميل في رجلك؟ اقول لك اه. طب انهي حته اللي بتنمل؟ هتسمع من حد يقول لك التنميل اكتر او الحته اللي فيها احساس ملخبط، وات ايفر، تنميل، عدم احساس، هايبر الجيزيا، هتسمع من حد يقول لك الصباع الكبير هو اللي منمل عليا اكتر، الصباع الصغير هو اللي منمل عليا اكتر، مشط القدم هو اللي منمل عليا اكتر، ده هو واقف لحد الميديال مالولس ومش مكمل. خلاص، لما تسمع حاجه زي كده على طول تقدر يعني الفلان اللي بيقول لك انا صباعي الكبير هو اللي بينمل، او دايما عدم الاحساس اكتر في الصباع الكبير، الصباع الكبير ده درماتوم بتاع انهي روت؟ بتاع ال5. خلاص، الصباع الكبير بتاع ال5، يبقى بالتالي العيان ده عنده ال5 روت افكتد، وبالتبعيه لو عنده انزلاق غضروفي قطني هيبقى على انهي ليفل؟ هيبقى على ال4 ال5. اللي عنده غضروف ما بين الثالثه والرابعه هيافكت ال4 روت، اللي عنده غضروف ما بين الفقره الرابعه والخامسه هيجيب ال5 روت، اللي عنده غضروف ما بين الفقره الخامسه والعجزيه الاولى هيجيب انهي روت؟ اس1 روت. تمام، طب قال لك لا ده الصباع الصغير هو اللي بينمل، او دايما التنميل واخد اللاترال سايد بتاع الفوت ومعاه الصباع الصغير، غالبا ده درماتوم بتاع انهي روت؟ اس1. طيب عندي اللي بينمل عندي مشط القدم، الدورسم اوف ذا فوت، والصباع الكبير، يبقى ده بتاع انهي روت؟ ال5، وبالتالي لو عنده ديسك هيبقى على انهي ليفل؟ ال4 ال5. طب دايما عندي الحته اللي ما بحسش بيها حلوه قوي، المنطقه بتاعت الميديال مالولس والميديال سايد اوف ذا فوت، ده بتاع انهي روت؟ ال4. دي حاجه بنسميها الروت فاليو. خلاص، كل عصب من دول بيدي درماتوم وبيدي حاجه اسمها مايوتوم، حته معينه بيبعت لها احساس وحته معينه مسؤول فيها عن الحركه. انا كل ده وانا لسه قاعد على المكتب، انا ما قمتش فحصت العين بتاعي لسه. حاجه تانية برضو عشان اتشيك الموتور باور وانا قاعد، انا ممكن اقول للعيان اقف على مشط رجلك. اقف على مشط رجلك دي يعني العين كده بيعمل ايه؟
برافو، بيعمل بلانتر فليكشن. المسؤول عن البلانتر فليكشن مين؟ انهي روت؟ اس 1. طب افرض العيان ما عرفش يقف على مشط رجليه، يبقى عنده مشكله في البلانتر فليكشن، يبقى عنده مشكله في اس 1 نيرف روت، وبالتالي لو عنده ديسك برولابس هيبقى على انهي ليفل؟ برافو. تاني سؤال، اقف على ايه؟ على كعب رجلك. اقف على كعب رجلك يعني هو بيعمل ايه دلوقتي؟ دورس فليكشن اوف ذا فوت. دورس فليكشن اوف ذا فوت ده بتاع انهي نيرف روت؟ بص بص، هو يوجوالي ال 5، بس احيانا بيبقى في اوفرلاب ما بين كذا روت مع بعض، تمام؟ بس في واحد منهم هو اللي بيكسب في الاخر، تمام؟ فدايما الدورس فليكشن هيبقى بتاع مين؟ بتاع ال 5. اه خلاص، ما احنا قلنا في اوفرلاب، ال 4 ممكن يعمل حاجه زي كده وال 5 بيعمل، بس مين واخد الابر هاند؟ ال 5. فانت لو عايز تتكلم على نيرف روت واحد او جاي لك الاثنين مثلا في ام سي كيو، هتختار مين؟ هتختار ال 5. خلاص. طب ال 4 مسؤول عن ايه؟ مينلي الني اكستنشن، لانه بيسبلاي مين؟ الكوادريسبس فيمورس اللي بتعمل ني اكستنشن. يبقى العيان هيشتكي من الم اسفل الظهر، مسمع في رجليه، لو باك بين اند سياتيك بين، وبعد كده الروت فاليو بتاعنا بتاع ال 4 ال 5 اس 1، انا مش هكلمكم غير على الثلاثه دول، لان اللي هيجي له ديسك هيجي له على الليفل ده، تمام؟ يا اما ما بين ال 3 ال 4، يا اما ال 4 ال 5 ال 5 اس 1. وهنكزامن الموتور باور زي ما اتفقنا، دورس فليكشن بلانتر فليكشن وني اكستنشن. طيب انا قمت من على مكتبي مش كده؟ ونيمت العيان على السرير عشان اعمل له تيست بنسميه ليج ريزنج ستريس تيست، تمام؟ برفع الرجل درجه درجه واقول للعيان بدايه احساسك بالالم في الرجل قول لي. العيان اللي بيحس عند 10 درجات غير العيان اللي احساسه بالالم عند 60 درجه مثلا، اكيد اللي ده معناه ان البين عنده فيري فيري سيفير بين، تمام؟ فالستريت ليج ريزنج تيست احنا بنسميه انه فيري 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 سنسيتيف تيست. خلاص؟ يعني ايه فيري سنسيتيف تيست؟ يعني لما ارفع رجلي عينه العين يقول اه في الم في رجلي، ده معناه ان عنده ايه؟ عنده سياتيك بين، وات ايفر ذا كوز اوف سياتيكا. ممكن يبقى لامبر ديس، ممكن يبقى ساكرولياك بين، ممكن يبقى باي ريفورم، وات ايفر، تمام؟ انما التيست الثاني اللي احنا بنسميه ايه؟ كروس ليج ريزنج ستريس تيست. العيان جاي يشتكي من رجله اليمين، هرفع له رجله اليمين، ده اسمه ايه؟ ليج ريزنج. وقلنا التيست ده فيري فيري سنسيتيف. طب ما بيشتكيش من الشمال، بس جيت ارفع له الشمال لقيت في الم في اليمين، ده فيري 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 ايه؟ سبيسيفيك. يعني لو لقيته بوزيتيف عند العيان يبقى سبب السياتيك اللي عنده دي 100% ايه؟ غضروف، مش حاجه ثانيه. خلاص؟ ايه تاني ممكن اعمله وانا قاعد وانا بفحص العيان؟ ريفلكسز، تمام؟ هما اتنين ريفلكس بنعملهم مفيش غيرهم، يا اما النير ريفلكس، وده بتاع مين؟ النير ريفلكس بتاع مين؟ ال 4. جيت اعمل عني ريفلكس ولقيته ديمينيشد، ما بينطرش رجليه، معناه ان النير ريفلكس افكتد، معناه ان ال 4 روت افكتد، معناه انه لو عنده ديسك برولابس غالبا هيبقى على انهي ليفل؟ 3 4. طيب الانكل جيرك بتاع مين؟ اس 1. لو لقيته ديمينيشد يبقى المشكله في انهي روت؟ اس 1 روت، وبالتالي لو عنده ديسك هيبقى على انهي ليفل؟ ال 5 اس 1. معايا ولا؟ احنا يعني خلاص قربنا يعني. يبقى احنا سمعنا وفحصنا مظبوط. عاوز تتاكد من الكلام بتاعك ده او من البروفيشنال دايجنوز اللي انت طلعت بيه، هتعمل عن ايه؟ اشعاعات، مش كده؟ لو عاوز تعمل له اشعاعات هتعمل له ايه؟ ام ار اي. ماشي. انا بالنسبه لي انا الام ار اي ذا جولد ستاندرد في الحالات دي، تمام؟ زي في حالات الهيد تروما، لو انت عاوز تعمل اشعه لعيان مخبوط في راسه وتعمل له ايه؟ سيتي. ممكن تعمله ام ار اي،
دي اسئله ام سي كيو. تمام، انا عشان اعمله ام ار اي اولا هنفترض هنتكلم علينا احنا هنا في الجامعه هنا، دي مستشفى الطوارئ المرزوقي مش كده؟ خلاص، عشان اطلب لعين جاي هيد تروما ام ار اي هنزله فين؟ المعبر. ادي ساعه رايح وهيقعد نص ساعه على الجهاز، ادي ساعه ونص. لو كان عنده حاجه كان ممكن يموت في الطريق لا قدر الله. تمام، النقطه الثانيه انه الام ار اي مش سنسيتيف قوي للبلاد، وانا بخاف دايما من حالات الهيد تروما في النزيف، فانت عاوز حاجه سريعه طق وموجوده جنبك في الترياج، موجوده جنبك في تروما بي، موجوده جنبك في منطقه الاصابات او الحوادث، هيبقى المقطعيه بتتعمل بسرعه جدا، بتتعمل في خلال دقيقه دقيقه ونص بالكثير، بتلاقي الافلام في ايدك، وهايلي هايلي هايلي سنسيتيف لايه؟ للبلاد اللي انا بخاف منه. خلاص، المقطعيه حساسه قوي الموضوع النزيف ده. طيب عاوز تعمل حاجه تاني غير الام ار اي للعين ده، ممكن تعمل له ايه؟ ممكن اعمل سي تي، ممكن اعمل ايه كمان؟ ممكن تلاقي العين داخل لك انت باكس راي. تمام، ده اكس راي ايه؟ سيرفايكل. ده اكس راي ايه؟ لامبوسيكرال سباين. دي الفقره رقم كام؟ برافو. ودي بالظبط، يبقى احنا بنعد من تحت واحنا طالعين لفوق. في اي حاجه غريبه في الاشعه دي؟ بالظبط، عندي diminished disk space height ما بين انهي ليفل؟ 5S1. ده معناه ايه؟ معناه ان عندي عنده disk degeneration وقد يكون disk herniation، بس ما اقدرش احكم خالص اطلاقا بالاكس راي. الاكس راي قالت لي ايه؟ ان في مشكله ما عند الليفل ده، لو سمحت اعمل ايه؟ اطلب ام ار اي. طيب الاكس راي لاترال فيو انا ممكن اكسب منها ايه كمان؟ كل فيلم معاك هتطلع منه بداتا، يعني ما ترميش ده كله وتمسك الام ار اي. بص على الام ار اي، لو العين معاه سي تي بص على السي تي بتاع العين، مفيش مشكله خالص. لو معاه اكس راي بص على الاكس راي بتاعته، وات ايفر هي اي بي هي لاترال هي اوبليك. تمام، ايا كان شكلها عامل ازاي. ده اكس راي ايه؟ لامبوساكرال سباين اني فيو لاترال فيو. اللي انتم شايفينه فيه مش مظبوط. في حاجه فيها مش مظبوطه صح؟ مش لازم تعرفوا هي ايه، بس في حاجه قولوا لي بس هي في الحته دي في حاجه مش تمام يعني. برافو، في ايه؟ سبونديولولايثيسز. اكسلنت، تمام، على انهي ليفل؟ برافو، الفور. يبقى انا لما ابص على اكس راي مش بس هبص على الديسك سبيس هايت، لا ابص على الالاينمنت بتاع الفقر، دي ورا دي ورا دي، بس جينا دي لقيناها ايه؟ متزحلقه سنه وطالعه سنه لقدام. بقى العيان عنده حاجه اسمها ايه اللي خلاها تتزحلق لقدام؟ المفصله نفسها كسرت اهي. ده بنسميه فراكشر بارز او بنسميه ازماس ديفكت. طب افرض لقيت بارز ديفكت without displacement، بس المفصله مشروخه بس الفقره ستيل في مكانها، ده بسميه ايه؟ برافو، سبونديلولايسز. طب لو الفقره دي راجعه لورا؟ ريترولايتيز. طيب عاوز تشوف قوي ما انت شايف البارز، لو عاوز تشوف تجيب مقطع اكس راي تشوف فيه البارز بشكل حلو قوي، صور العين وهو اوبليك يمين اوبليك شمال، وتبص على ايه؟ ده شكل ايه ده؟ كلب. ودي انهي حته في الكلب؟ رقبته صح؟ مش دي رقبه الكلب؟ لو رقبه الكلب مكسوره اعرف اللي عنده ايه؟ فراكشر بارز. خلاص؟ اللي هي بيسموها النك بتاع السكوتي دوج. تمام؟ ده ما بتشوفهاش غير في منظر واحد اللي هو منظر الايه؟ الاوبليك. يبقى لما تشوف حد داخل لك باوبليك ايمج اعرف ان اللي طالبها له كان شاكك في ايه؟ في بارز ديفكت. تمام؟ ايه تاني ممكن يتطلب زي ما اتفقنا؟ ممكن نطلب سي تي. قلما ما بنطلب سي تي في حالات اللامبوسكر. برضه السي تي ده انا شفت طلعت منه بايه داتا؟ ده فيلم بون وده فيلم سوفت. الفيلم العظم في عندي ايه؟ فراكشر بارز او بارز ديفكت. وهنا السوفت في جزء من الديسك بتاع L5S1 طالع سنه
من مكان. دي برضو حاجة حلوة في أفلام السيتي ممكن تشوفوها، في مقاطع السيتي ممكن يجيب لك المقاطع دي. أدي سكوتي دوج بتاع اليمة الشمال، وأدي سكوتي دوج بتاع اليمة الإيه؟ اليمين، ورقبة الكلب كلها يمين وشمال مالها؟ سليمة. يبقى العنده ما عندوش بارز ديفكت أو فراكشر بارز. عاوز تجيب من الآخر تعمل عن إيه؟ ام ار اي. خلاص؟ يبقى أنت سمعت من العيان، خدت منه هيستوري، وفحصت العيان، عملت له اكزامينيشن، وكتبت له في روجيتا لو سمحت روح اعمل ام ار اي لامبو سيكرال سباين. اجهزه الرنين اللي موجوده في السوق كلها حاجه من ثلاثه. ده شكل الرنين، عباره عن انبوبه، هو بيخش فعلا في الانبوبه دي كلها، ده بنسميه كلوز ام ار اي، في ميزه وفي عيب. وده رنين مفتوح اسمه اوبن ام ار اي، في ميزه وفي عيب. ايه ميزه ده وعيب ده، وايه ميزه ده وعيب ده؟ ميزه الكلوزد ام ار اي في الكواليتي بتاع الايمج، خلاص جوده الصور اللي بتطلع من الجهاز ده حلوه جدا. بس عيبه في ايه بقى؟ في بعض الناس عندهم حاجه اسمها كلوستروفوبيا، حرفيا يقول لك يعني اموت وما اخشش اعمل رنين في الجهاز ده. طب انت عاوز تعمل له فحص تعمل ايه؟ خلاص هتبعته على مين؟ على اوبن ام ار اي، وتستحمل عدم جوده الصور وتحاول تقراها باي شكل من الاشكال. فالاوبن ام ار اي ميزته ان هو العين اللي عنده كلوستروفوبيا ممكن نعمل له ام ار اي على الجهاز ده، بس مشكلته ان الكواليتي شويه بتاعت الصور مش احسن حاجه يعني. او عندي شكل من اشكال ام ار اي ما اعتقدش انه موجود في مصر يعني، اسمه دايناميك ام ار اي. دايناميك ام ار اي ان هو بيصور العيان وهو في اريكت بوزيشن ويصوره وهو فلات، شتان ما بين المنظر اللي هتشوفه والعين واقف والمنظر اللي هتشوفه العين نايم. تمام؟ ده عيان واحد، هو نفس العيان، عملت له دايناميك ام ار اي، صورته وهو نايم فلات، وصورته وهو نايم وهو واقف وهو اريكت في دايناميك ام ار اي. ايه المنظر؟ المنظر هو واقف، لقيت الديسك طالع اكتر جدا من مكانه. مش بس كده، الفقره اللي فوق متزحزحه سنه عن اللي تحت، عنده حاجه اسمها ريترولايتيسيس. يبقى الجريدنج بتاع الديسك في الاريكت مختلف تماما عن الفلات. فالدايناميك حلو بس للاسف مش متاح. المهم كتبنا العيان ايا كان بقى هيعمله فين يعني، روح اعمل لي رنين. راح عمل ايه؟ الرنين وجاب لك ظرف الاشعه. حطيت ايدك في ظرف الاشعه هتطلع بكام فيلم؟ بالظبط، هتطلع باربع افلام من ظرف الاشعه. في ناس بتستخسر وديك فيلمين ويقسمهم نص فوق ونص تحت، قلت له واحد اعمل لك واحده وش واحده ظهر، تمام؟ بس او على ورق او يديك اسطوانه ما يديكش افلام، ايا كان. المهم انت هتفتح تحط ايدك في ظرف الاشعه تطلع باربع افلام. افلام متاخدين بالطول بنسميهم ايه؟ الافلام اللي بتتاخد بشكل طولي او بشكل سهمي بنسميها ساجيتال ايمج. ادي فيلمين متاخدين بشكل طولي، وفيلمين متاخدين بشكل عرضي بنسميهم اكزيال ايمج. الافلام دي هتلاقي جزء من السي اس اف لونه ابيض وبنسميه ايه؟ تي 2 ويتد ايمج، وده الباثولوجيكال ايمج. دايما لما تمسك فيلم ام ار اي امسك ده وامسك ده، خلاص؟ وفيلم تاني السي اس اف لونه ايه؟ اسود، بنسميها تي 1 ويتد ايمج ساجيتال فيو. هنا السي اس اف لونه اسود بقى تي 1 على اكزيال، هنا السي اس اف لونه ابيض بقى تي 2 وهو اكزيال ايمج. نفس الكلام اللي قلناه في الاول بتاع الستيج بتاع الديسك برولابس هقدر اعرفه في الام ار اي ايمج. ده سكتش لحاجه طبيعيه جدا 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 جدا، ده ساجيتال ايمج وده اكزيال ايمج. ادي النيوكلس اهي جوه، وادي الانيولس حواليها وبتحترم ايه؟ مكانها، ما طلعتش خالص بره مكان، ده نورمال. نفس المنظر في الاكزيل، ادي النيوكلس وادي الفايبرز حواليها، ولو خدت بالك الديسك من ورا شكله عامل ازاي؟ كونكيف، تمام؟ لو جيت شفت اكزيل ايمج الكونكافيتي دي ما عادتش موجوده وبقت عامله كده. اتس ديفيوز باثولوجي، بقت شكلها عامله ازاي؟ كونفكس بس من الشمال لليمين بنفس الدرجه. ده سميه ديسك ايه؟
بلج، مجرد الديسك يعني طلع له كرش، تمام؟ بلج، ريح شوية. ده دايما بنشوفه في الكبار بيبقى عندهم some sort of annulus relaxation، الفايبرز بتاعت الانولس مريح، فبالتالي النيوكلس ريحت ورا الانولس على نفس الكونتور كله from the right to the left. خلاص ده بنسميه ايه؟ ديسك بلج. واحيانا الديسك بلج ده بيبقى نورمال فاريانت، يعني مش هو السبب، العيان مش هو اللي عامل له المشاكل، مش هو اللي عامل له الم الظهر ولا اسفل الظهر ولا الام الرجل ولا الكلام ده كله، دور على ايه؟ على سبب تاني. نفس الكلام ده سي تي، خلاص ده الليفل بتاع الديسك، شكل النيوكلس الفايبرز حواليها والكونكافيتي بتاعت الديسك، ده نورمال. نورمال ده ام ار اي نورمال ولا فيها باثولوجي؟ دي تقريبا 99.9 نورمال، بس فيها حاجه اب نورمال، حاجه صغيره جدا. المهم ده فيلم ايه؟ ام ار اي مش كده؟ ساجيتال ولا اكزيال؟ تي 2 ولا تي 1؟ تي 2. هجيب لك فيلم اورانيين في الاشعه ولا كومنت؟ خلاص؟ ام ار اي لامبوسكرال سباين، تي 2 ويتد ايمج، ساجيتال فيو. دي انهي فقره؟ ودي؟ واللي في النص ده ايه؟ ده الديسك اللي ما بين L5 S1. ديسك محترم ولا مش محترم؟ في مكانه ولا مش مكانه؟ مكانه، يعني ما عنديش خالص ده برولابس ولا اكستروجن ولا هيرنيشن ولا اي حاجه خالص لحد فوق خالص. لو خدت بالك الابيض ده هي مين؟ نيوكلس. لونها ابيض ليه؟ عشان 99% و90% منها ميه، والميه بتبان في تي 2 ابيض، والسواد اللي حواليه ده سواد بتاع مين؟ الانولس. على كل اللمبوسيكرال سباين ده كل حاجه نورمال مش كده؟ ما عدا 5 4 3 2 1 12 11 صح؟ الديسك اللي ما بين 11 12 اول ديسك فوق خالص اتس ناثينج، يعني ده ايوه 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 بالظبط. ملاحظين حاجه فيه؟ ايوه هو ديسك هرنيتد، بس هرنيتد فين؟ في جسم الفقره اللي تحتها. ده بنسميها شمورلز نود او شمورلز نوديولز. يعمل حاجه للعيان؟ ناثينج. ادم ما رجعش ورا وضغط على الاعصاب ولا الهواء. تمام؟ اهو الديسك ممكن يمجريت فوق، ممكن يمجريت تحت. فدي عشان كده بقول لك الاشعاعات دي 99.9% نورمال اكسبت الحته الصغيره دي، بس اتس ناثينج. تمام؟ ما تعملش عنها اي حاجه. نفس الكلام ده. السلايد دي مهمة جدا، يعني دي تفرقك ما بين الديسك بلج والديسك هرنيشن. الديسك بلج قلنا ده عبارة عن ايه؟ ديفيوز باثولوجي، ان الانيولس بقت ريلاكست سنة، فالنيوكلس طلعت سنة من مكانها على نفس الكونتور، فخلت الايه؟ الغضروف من ورا بدل ما هو في سنة كونكافيتي بقى ايه؟ كونفكس. ده اسمه ايه؟ ديسك بلج. الديسك هرنيشن اتس ا فوكال باثولوجي، حته بس من النيوكلس طلعت وضغطت على عصب، يا اما عصب يمين يا اما عصب شمال يا اما كل الاعصاب اللي في النص على حسب اللوكيشن بتاع الديسك هرنيشن. الديسك هرنيشن حاجه من ثلاثه، يا اما بروتروجن، يا اما ايه؟ اكستروجن، يا اما سيكوستريشن. ده تحت مسمى اسمه ديسك هرنيشن. يبقى الديسك يا ديسك بلج وده ديفيوز باثولوجي، يا اما ديسك هرنيشن وده فوكال باثولوجي، والهرنيشن يا اما بروتروجن يا اما اكستروجن يا اما سيكوستريشن. ده ديسك هرنيشن ولا ديسك بلج؟ بلج. ليه قلنا عليه بلج؟ ديفيوز باثولوجي فروم ذا ليفت تو ذا رايت، نفس الكونتور اهوت، والديسك بدل من ورا بدل ما هو بقى كونكيف بقى ايه؟ بقى كونفكس. فده اسمه ديسك بلج. عشان لما تيجي تقرا بس في الريبورت بتاع الام ار اي يقول لك ده عنده ديسك بلج، فانت تبقى متخيل يعني ايه ديسك بلج. العند عنده ايه؟ ده ديسك بلج ولا ديسك هرنيشن؟ هرنيشن 100%. على انهي ليفل؟ ال4 ال5. تمام. اللي عندها هيشتكي من لو باك بين وساتك بين، مظبوط؟ الساتك اللي هتبقى عنده على انهي رجل، يمين ولا شمال؟ برافو.
قلت ايه؟ ايوه صح، الغضروف اهو هو بوسترو لاترال او سنترو لاترال مينلي اتنويت او اوفندنج النيرف روت اللي على الرايت كده يمين وكده شمال. خلاص طيب، ده ديسك هيرنيشن مش كده؟ متفقين؟ انهي مرحله من مراحل الديسك هيرنيشن؟ هل ده بروتروجن ولا اكستروجن ولا سيكوستريشن؟ تمام. بص هو يعني هو صعب تقول، هو اكيد مش سيكوستريشن. خلاص؟ فالسيكوستريشن دي بره اللعبه خالص. يبقى ده يا بروتروجن يا اما اكستروجن. اعرفها انا ازاي؟ هو انت صعب تشوف هل في بارشل انالر تير او كومبليت انالر تير، صعب. بس اروح على السيجيتال ايمج وابص على الرقبه دي، على النك. النك دي وايد ولا نارو؟ وايد، يبقى ده بروتروجن. لو النك دي نارو يبقى غالبا اللي عنده كومبليت انالر تير غالبا الباثولوجي هنا ايه؟ اكستروجن. هنشوفها تاني. ده سكتش برضه للديسك بروتروجن. خلاص؟ في نيوكلاس طلعت لسه مكمله ولسه في انولاس ايه مغطيها، يبقى ده ديسك بروتروجن. ده ديسك ايه؟ ليه ديسك اكستروجن؟ عشان بالظبط عشان في كومبليت انولار تير، بس ستيل الديسك مكمل مع بقيه النيوكلاس من جوه. نفس الكلام برضو ده ديسك ايه؟ اكستروجن مش كده؟ صح ولا مش صح؟ اكيد صح. انت خدت بالك، لو خدت بالك الرقبه هنا ايه؟ نارو. نارو نيك في الساجيتال دايما متماشي مع الاكستروجن. بس الفراجمنت اللي طلعت مكمله؟ اه مكمله، يبقى مش سيكوستريشن. بس مكمله وراحت فين؟ طلعت فوق بنسميها، نزلت تحت اسمها. اللي عنده حاجه ما عنده متبهدل يعني. عنده فورامينال ديسك، ده فورامينال، على الفورامينال عنده هتلاقي عنده سيفير 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 ليفت سايتك بين، جاي بيرعى بالصوت. عنده ايه كمان العين ده؟ هنسبونديلو مش كده؟ دي سابقه اللي تحتها اهي. تمام؟ فده عيان لو هتشيله الديسك لازم تثبته. ده ما ينفعش عنده يتشال الديسك يتعمل له ديسكتومي وذاوت فيوجن، لازم يتثبت. ده السيكوستريشن، ان الحته اللي طلعت انفصلت تماما عن بقيه النيوكلس، ويا اما تبقى سيكوستريتد في مكانها او سيكوستريتد وتطلع فوق اسمها كرينيال مايجريتد، او سيكوستريتد وتنزل تحت يبقى اسمها كودالي مايجريتد. طيب اللي عنده ايه؟ عنده ديسك هيرنيشن مش كده؟ على انهي ليفل؟ ده دي الفراجمنت اللي طلعت، ده الديسك، ده السيكوستريتد فراجمنت. الفراجمنت دي جايه منين؟ جايه من 3 4 ونقول عليها سيكوستريتد فراجمنت وذ كودالي مايجريتد، ولا جايه من 4 5 وطلعت لفوق ونسميها سيكوستريتد فراجمنت وذ كرينيال مايجريتد؟ مين بيقول 4 5؟ مين بيقول 3 4؟ ماشي، كلهم صح وانت غلط. تمام؟ ليه بقى؟ غير اللي طالعه دي، ده بلاك ديسك صح؟ وده لسه فيه ميه، يبقى اكيد ده ديسك الى حد ما ديسك هيلثي، انما ده ديسك يعني ديجنريتد يعني، فغالبا الفراجمنت دي جايه من تحت وكرينيال مايجريتد لفوق. ده انا عنده 45 سنه بيشتكي من لو باك بين وليفت سايتك، طلبت له ايمج، هطلب له ايه؟ وده الام ار اي بتاعه، ده بتاع المقطع ده نورمال ولا مش نورمال؟ بتاع الليفل بتاع ال1 ال2 الاكسل ده توتالي نورمال، ادي النيوكلاس ودي انولاس والنيوكلاس في مكانها والكونكافيتي بتاعت الديسك زي ما هي. كملت بقيه المقاطع لحد ما نزلت تحت، لقيت اللي عنده ديسك هيرنيشن على انهي ليفل؟ L5 S1. هيشتكي من ايه؟ لو باك بين ان ساتيكا. ساتيكا اللي عند الراجل ده يمين ولا شمال؟
برافو، ليفت سايتك بين. هشتكي من ايه تاني؟ هيبقى عنده نامبنس فين؟ اللي هو السنسوري مانيفستيشن. احنا بنتكلم على اس 1 نيرف روت، يبقى يا مثل ليتل. ولو جيت عملت له الموتور باور اكزامينشن هيبقى عنده ويكنس فين؟ على مستوى البلانتر فليكشن. ولو عملت له ريفلكسز او ريفلكسات هتبقى ديمينيشت على انهي ريفلكس؟ انكي ريفلكس. خلاص نفس الكلام اهوت. ده فيلم ساجيتال ولا اكزل؟ اكزل. مين قال اكزل؟ ماشي. تي 1 ولا تي 2؟ ابيض تي 2. في مشكله العين ده؟ ايوه برافو. ايوه المشكله فين؟ ماشي اوكي. خمسة أربعة ثلاثة اثنين ثلاثة اثنين ثلاثة اللي عنده ديسك أكيد يعني مش كده؟ حتى لو خدت بالك هتلاقي في كلساك اتفعصت هنا خالص يعني، أو السي سيف هنا بقى بوشد خالص. فالعند عنده ليفل على L2 L3 وعنده برضه على L5 S1 ديجنريتد ديسك، لأن بقى لونه إيه؟ بلاك، بنسميه بلاك ديسك. والنقطة البيضة دي، عارف النقطة البيضة دي؟ شايفها؟ شايفها ولا مش شايفها؟ دي بنسميها اتش اي زد، او بنسميها هايبر انتنسيتي زون، بنشوفها في الساجيتال كاتس بتاعت الام ار اي. دي دلاله على ايه؟ دلاله ان الليفل ده في انولار تير. خلاص معناه ان الانولس مقطوع، مش بس الديسك ديجنريتد، لا ده ديجنريتد ومعاه كراك او فيشر في الانولس. برضو مش مهم الكلام ده. طيب سمعنا، فحصنا، كتبنا انفستيجيشن، نبتدي نعمل ايه؟ نعمل ايه بعد كله؟ نعالجه. نعالجه بايه؟ اول حاجه تقولها له في العلاج ايه؟ برافو. كام؟ لو ريح من 10 ل 15 يوم في السرير مش هيعرف يقوم من على السرير تاني. تمام. يريح في سريره راحه سلبيه لمده لا تتعدى ال 72 ساعه، يعني من 48 ل 72 ساعه لحد اقصى. يريح فلات. تمام. ممكن 15 يوم مريح ما يروحش شغل والكلام ده ممكن، ما فيش مشكله. بس احنا المقصد بالبيد ريست، اتس بيد ريست. تمام. فالبيد ريست اكتر من كده هيبتدي يجي له ايه؟ ستيفنس في المصل وبتاع والجوينت، وتلاقيه مش قادر يقوم والكلام ده كله. طيب هتكتب له دواء مش كده؟ انتوا بتكتبوا ادويه برضه؟ ما بتكتبوش؟ بشوف روشتات منكم كتير جايب ادويه كتير جدا. ايه بتكتبه؟ هتكتبه. واللي بيقول ما ينفعش النهارده بكره هينفع معايا. تمام. انا جاي لك من المستقبل يعني. ف طيب لو هتكتب علاج هتكتب له ايه؟ واحد عنده وجع هتكتب له ايه؟ مسكن. ايا كان انت هتكتب ايه، كل واحد بقى عنده بريسكريبشن هابت او بريفرنس لدواء معين. تمام. وفقا لايه بقى المرجعيه؟ انا بحب اكتب الدواء ده عشان ايه. فهتكتب له مسكن، وهتكتب له حاجه بسط العضلات، وممكن تكتب له حاجه لنيوروباثيك بين، وممكن تكتب له نيوروتونكس، ويمشي عليها حوالي اسبوعين، وممكن يعمل ايه؟ فيزيكال ثيرابي. انا من الناس اللي بحب جدا 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 الفيزيكال ثيرابي، ودايما في ظهر روجيتيتي بقى على العلاج بعد ما نرتاح شويه. ما يعني ما ببعتوش لفيزيوثيرابي في الاكيوت ستيج، بعد ما يخلص يروح يعمل 9 جلسات 12 جلسه، يعمل ماسل ستريتش وماسل سترينث للباك ماسل، بيحسن بشكل كبير جدا الاعراض بتاعته. خلاص. فانتوا دوركم كريتيكال في الشغل ده. وبعدين اقول له ايه؟ خلي بالك الادوكيشن مهم جدا، ما تقعدش الفترات الطويله القعده بتاعتكم دي، ولا تقف فتره طويله. تمام. ولا توطي وتشيل حاجه من على الارض ولا الكلام ده كله. أسوأ 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 وضعيه على الاطلاق على الاطلاق بيبقى فيها الانترو ديسكال بريشر اعلى حاجه، وممكن في ثانيه يجي لك ديسك برولابس من حاجه زي كده، انك تبقى قاعد قعده 90 درجه دي اللي انتوا قاعدينها، وموطي سنه لقدام. انت قاعد كده اصلا الضغط عالي، وطيت سنه الضغط عالي اكتر، وجنبك حاجه تقيله، شنطه تقيله مليانه كتب ولا حاجه، وخدتها وطلعت بيها على الوضع ده، ممكن تقف في النص ما تعرفش تكمل الطلعه. تمام. تلاقي نفسك قعدت تاني. فدايما نديله شويه انستراكشن على الحاجات دي عشان الكلام ده مهم جدا. طيب
العام بتاعي كتبت له علاج ومشي على العلاج ده من 6 ل 8 اسابيع وعمل 9 ل 12 جلسه علاج طبيعي. دكتور محمد انا مش مستريح، انا لسه تعبان. لسه تعبان دي معناها ايه؟ معناها failure of the conservative treatment، خلاص لازم تشوف حاجه تانية. تمام، هو جاي يقول لك انا عملت كل اللي قلت عليه، مشيت على العلاج من 6 ل 8 اسابيع، بقى لي شهرين باخد مسكنات ومصر ريلاكسنت ونيوروتونكس وحاجات النيوروباثيك بين، وعملت 12 جلسه علاج طبيعي على شهر ولسه انا ان بين. ان بين ده ايكوال فيلير اوف ذا فيزيكال تريتمنت، يبقى انت محتاج ايه؟ محتاج عمليه. بس ما ينفعش احط العمليه رقم واحد، يعني مش اي انا عنده ديسك تعالى خش على العمليات، لا طبعا. خلاص، اول عين جالي بيشتكي من الم في الظهر مسمع في الرجل ويكنس في البلانتر فليكشن او الدورس فليكشن، لا ستوب، انت محتاج عمليه. انا مش هقدر دلوقتي اديك فرصه بالميديكال فيزيوثيرابي والكلام ده، لا نلحق الكلام ده قبل ما تروح خالص. اول عين جاي لي بروفاوند لور لمب ويكنس، مش بس على مستوى الدورس فليكشن او البلانتر فليكشن، لا ده ني فليكشن اكستنشن، ممكن هيب فليكشن هيب اكستنشن، فعنده ويكنس على مستوى اللور لمب، عنده انكونتيننس تو ذا يورين او ستول، او عنده ريتنشن، او عنده سادل اريا انثيزيا او هايبوثيزيا. دي اللي عنده انت في ايه؟ انت في كودا ايكوينا، دي ما فيهاش هزار. انت محتاج ايه؟ محتاج علاج طبيعي، محتاج دواء، محتاج عمليه. حالات الكودا ايكوينا ما فيهاش هزار، كودا ايكوينا ايكوال سيرجري. وكل ما تلحق عينك بدري كل ما الاوت كام بتاع العين ده ريجاردنج الموتو باور وريجاردنج السنسيشن وريجاردنج الفيسرال بيبقى هايل جدا 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 على 6 شهور او على سنه، بدل ما عينك ده يفضل بقسطره وبامبرز مدى الحياه. خلاص، هوريكو حاله كودا مهندس 32 سنه، ما اعرفش نازل من الميكروباص او نازل من عربيه، حد وقع بيسنده ويشيله بالشكل ده كده، طق الم شديد جدا في الظهر، داخل العياده عامل بالمنظر ده، شايلينه حاطينه على كرسي بعجل وبتاع، اعمل ام ار اي طلع فيه هيوج رابشر ديسك على ال3 ال4. تمام، العين داخل بكودا، ده ينفع ميديكال؟ ينفع فيزيوثيرابي على طول، ارجنت ديسكيكتومي. تمام، يلا على العمليه، يلا على العمليه. تمام، طيب انا عاوز اشيل الديسك مش كده؟ طب الديسك ده مستغطي بعظم ومستغطي باربطه ومستغطي بكل حاجه، محتاج الحاجات دي كلها افتحها عشان خاطر اشيل مين؟ اشيل الديسك. تمام، كل واحد فينا كجراح ليه طريقه في الشغل، ديبند على ايه؟ ديبند على حاجات كتيره جدا، اهمها الايمج. هل ده سنترال ديسك في النص فانا محتاج اشيل الاثنين لامينا واعمله لامينكتومي يمين وشمال عشان اعرف اشيل الديسك، او ده ديسك صغير مشفت على يمه واحده سواء يمين او شمال وافتحه على يمه واحده اعمل له حته خرمه قد كده بنسميها فينستروم او فينستريشن في قلب اللامينا او لامينوتومي عشان اعرف ازيح الثيكال ساك والروت واشيل الفراجمنت من تحت. ديبند انت هتعمل ايه، اثبت العيان ما ثبتوش، اكتفي بس بشيلان الديسك ولا اشيل الديسك بلس ان انا اعمل له سباين فيوجن. كل ده ديبند على الايمج وعلى الاكسبيرينس بتاعتك وعلى فحصك للعيان وعلى حاجات ثانيه كتير جدا يعني. ولازم نحط في دماغنا حاجه ان الديسك سيرجري از روت سيرجري. انا لما 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 بفتح العيان انا شلت الديسك بس انا كده ما خلصتش العمليه. خلاص؟ لازم ابص على الافكتد روت واتاكد 100% ان الروت ده بقى ايه؟ بقى ديكومبريست. احيانا نخش بلاقي الديسك كالسفايد. الديسك كالسفايد مش قادر احط فيه مشرط ولا قادر اشيله. فممكن اكتفي بايه؟ بالفرمانوتومي ان انا اوسع له على الروت خالص يبقى الروت مرتاح. ولينا طرق وانا شغال اقدر اقول لك ان الروت ده ديكومبريست ولا الروت ده ستيل مخنوق محتاج يتوسع عليه. طيب اللي عنده خلنا اوضه العمليات مش كده؟ انا 10 دقايق بالظبط. بينام ازاي العيان ده؟ هو ايه الوضعيه دي؟ ده سوباين بوزيشن؟ ده برون. كل حالات الديسك بتنام بالوضعيه دي. خلاص؟ ولو خدت بالك هتلاقي تحت صدره مخده وعند منطقه الالياك بون او الهيب بون مخده. ولو خدت بالك من بطنه البلي بتاعتها مرتاح. ليه؟ لان لو بطنه دي مضغوطه جامد هتزود الانترا ابدومينال بريشر هيرفلكت ورا هيزود لك حاجه اسمها الفينوس بليدنج، تبقى انت شغال في بركه دم انت شايف حاجه. فلازم البطن تبقى مرتاح. وكل البريشر بوينت ماست بي بادد. ركبته لازم يتحط تحتها حاجه طريه، شويه قطن ولا حاجه. كوعه يتحط تحتيه حاجه طريه، ليه؟ ممكن انت تعمل له عمليه وتلاقي بعد العمليه يقول لك يا دكتور محمد انا مش حاسس بايدي، عنده ريست دروب.
يبقى عين دخل يعمل عمليه لمبر ديسك يطلع لي بريست دروب. دي مشكله في ايه؟ مشكله في البوزيشن، ان انت ما اديتش من وقتك دقيقتين بالظبط تشيك على وضع العيان. فكل المناطق، كل البريشر بوينت دي ماست بي بادد، يا اما الركبه يا اما الكوع. النقطه الثانيه ما تبقاش الايد هايبر ابدكتد، هو بيبقى نايم واخد نايم كده وايده واخده 90 درجه كده. اكتر من كده لو شديت وطولت في عمليتك شويه في تراكشن على البريكر بيكسس ممكن برضو يطلع لك بعد العمليه بريست دروب. تمام. ايه تاني؟ خدت بالك من رجليه معموله ازاي؟ معموله ازاي رجليه؟ مرفوعه. لو طولت في شغلك والرجل مدلدله لتحت ممكن العين يجي له ايه؟ الاستاجنيشن اوف ذا بلاد في اللور لمب، العين ممكن يجي له ايه؟ دي فينس ثرومبوزز، ممكن بعد الشر بعد الدي في تي يجي له بالمونري امبوليزم والعين يموت، يبقى اعمل عمليه ديسك وتاني يوم العين مات، صحي كويس بس مات تاني يوم. فكلها حاجات صغيره بس حاجات كريتيكال. ايه تاني؟ العين. ما ينفعش العيان تبقى الاي بتاعته كومبريسد بالشكل ده، لازم تهويها خالص وتبقى حاطط لها بات شويه بحيث تبقى مرتاح. ليه؟ شفناها للاسف. يبقى عين داخل يعمل عمليه ويطلع نو بي ال، يطلع مفيش بيرسبشن اوف لايف. دكتور محمد انا مش شايف بعيني. هو العين داخل سليم، عيني زي الفل. فدي مشكله ايه؟ مشكله حاجتين. مشكله الاي كومبريشن، ان انت ما اديتش من وقتك انك تطمن ان العين فري ولا مش فري. النقطه الثانيه، انت طولت في شغلك وبتاع التخدير اشتغل لك على هايبوتنسيف اناثيزيا، فحصل ريتينال هايبوبرفيوجن، يعني كميه الدم اللي وسط العين قلت وكومبريسد ات ذا سيم تايم. فدول التو فاكتور اللي ممكن يطلعوا العيان داخل يعمل ديسك طلع نو بي ال، مفيش بيرسبشن اوف لايت، طلع بلايند. تمام. فانا لسه ما فتحتش، انا لسه ما عملتش حاجه خلاص. فالبوزيشن كريتيكال، كريتيكال. ممكن تنام عيانك نيشست، ممكن تنامه نيشست، بس ما بنحبش البوزيشن ده، دايما بينام برو. يا حبذا لو معاك في اوضه العمليات ايه؟ سي ارم، اكس راي، يديك لقطه. عين داخل 4-5 يعمل عمليه غضروف ما بين الرابعه والخمسه، تقوم حضرتك عامل له الثالثه والرابعه. مين يقبل بحاجه زي كده؟ محدش يقبل. حصلت؟ حصلت. بنسميها ميزد ليفل. تمام؟ العين داخل 4-5 وحضرتك عملت له 5 اسوار. احنا في حاجات معينه انا ممكن اشيك بيها يعني كتير جدا بلس السي ارم، بس لو معاك سي ارم ودبل تشيك على الحاجات اللي انت عارفها يبقى افضل وافضل يعني. خلاص؟ ف تشيك ذا ليفل از فيري 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 امبورتنت. بفتح فتحه صغيره خالص في الظهر ميد لاين بالنص كده بضربه مشرط، بفتح بجيب جلد وتحت الجلد بجيب السكن والسبكتينيوس، وبعد كده ابتدي اشف العضلات من السباينس بروسيس واللامينا. بعمل حاجه اسمها سابري اوستال ديسكشن. خلاص فانا كده مشفي خالص اهو، بقى قدامي ايه اللي انتم شايفينه ده؟ سباينس بروسيس، وشايفين مين اللي جنبه؟ الاثنين اللي على الجنب دول لامينا، واللي لونه ازرق ده مين؟ المفروض لونه اصفر. بالظبط. والديسك تحت الكلام ده كله. الديسك متغطي بده كله. تمام؟ طب انا عشان اوصل للديسك بعمل ايه؟ بعمل لامينكتوم. بس قبل اللامينكتوم بعمل سباينكتوم، بشيل السباينس بروسيس. بعد كده اشيل اللامنه يمين وشمال. الشيلان بحرفه شويه، مش اي شيلان وخلاص يعني، لان انت لو رحت لاترال وانت بتشيل اللامنه وجرت على الفاسيت يمين وشمال، انت دخلت عينك في حاجه اسمها هيتروجينيك انستابيليتي، والعند هيخش بعد شهر بعد اثنين بعد ثلاثه عمليه ثانيه عشان ظهره يتسبب. تمام؟ فالشيلان هو هنا شال السباينس بروسيس وشال اللامينه، عمل سباينكتومي وعمل لامينكتومي وعمل فلافيكتومي ريموفال اوف ذا ليجمنتم فليفم اسمه فلافيكتومي، وبعد كده بعد ما بيشيل الكلام ده بتشوف قدامك الثيكال ساك الديورا وفي قلبها نيرف روتس، وبعد كده طالع منها روت يمين وروت شمال. خلاص انت بتزيح الثيكال ساك لان الديسك تحتها، فبتزيحها بمشرح وتحط مشرط في قلب الديسك وتشيل الديسك ده كله وتطلعه وتوسع على الروت سواء يمين او شمال. دي برضو بعض الالات للعلم بالشيء، برضو مش مطالبين بده بس تبقوا انتوا عارفين. دي اسمها ايه؟ اسمها قراده او رونجيه او بون نيبلر، دي بعرقط بيها العظم، افتحها كده زي مفتوحه وانزل بيها على سباينس بروسيس واقوم قافل عليه وطالع. خلاص دي ممكن اعمل بيها سباينكتوم، ممكن اعمل بيها لامينكتوم. دي اله اسمها شيزل او اسمها اوستيوتوم، بعمل بيها ديسكشن، بفصل بيها العضلات من السباينس بروسيس. تمام؟
ده شكل ايه ده؟ مسدس صح؟ اسمه ايه؟ كيرسون، او بيسموه ايه؟ بقه لفوق صح؟ العضه بتاعته لفوق بيسموه اب كات، ممكن تلاقي البق ده لتحت يبقى اسمه داون كات. فالكيرسون ده بعمل بيه ادي الروت اهو داخل اهو، ودي ده الروف بتاع الروت. طب انا عاوز اكل الروف ده اعمل حاجه اسمها دي روفنج، او اعمل فرامنوتومي، بعمل الدي روف واكل الحته دي بايه؟ بالكيرسون، بقعد اعض بيها خلاص عشان يبقى الروت داخل الانال العصبيه بتاعته مرتاح. دي مشرحات او بيسموها نيرف روت ريتراكتور، هي حلاوتها خاصه ده انه باينت على شكل حرف ال، حتى لو انت بتشتغل بالميكروسكوب ولا حاجه تمام ما يعكسكش، ما يبقاش باين في نص الفيلد. دي الاله اللي بشيل بيها الغضروف، دي بيسموها بانش او اسمها ديسك فورسبس. اخش بقها مفتوح واقفل واطلع تمام. دي ممكن تموت العيان. حصلت؟ حصل يعني بالهيستوري، يعني الكلام ده كله حصل. يعني عين داخل يعمل عملية ديسك عادي خالص، رحت حضرتك ادي فقرة وادي فقرة اهو، وداخل بالبانش بس حضرتك غشيم بزيادة شوية، فدخلت بزيادة قوي، خاصة لو انت شغال على ليفل 4 على L2 L3 او L3 L4. دخلت لحد ما طلعت قدام الفقرة، مين اللي ماشي قدام الفقرة؟ أورطة، أورطة انفيرو فينا كيفا. دخلت فتحت طق طلعت بوم نافورة دم في السقف، ما بتعرفش تلم العيان، خلصت تمام. فدايما نقول ايه، يفضل ما تعديش الجوينت ده، هو السبيس ده حوالي سنتي وثلاث ارباع ل 2 سنتي، الجوينت ده سنتي تمام. فلو سمحت ما تسرحش بالبنش بتاعك بزياده قوي، لان لو سرحت بزياده قوي ممكن يحصل جريد فيزر انجري وعينك بعد الشر ده ما بيتلحقش العين ده، عشان تقفله وترجع تجيبه تاني على ظهره وتدور على حد فاسكولار يفتح لك ويعمل لك ريبير للكلام ده، العين بيبقى اتصفى خلاص. فعشان كده الواحد ما بيستهونش انه بيستعجل بالستيب بتاع العمليه، لانه برضه ستيل فيها ريسك. طبعا الكلام ده كله بنسب ضئيله جدا جدا جدا، الكلام ده ما بيتشافش، الكلام ده انت ممكن تقراه في الليتريتشر، ممكن تسمع عنه، ممكن يقول لك ده فلان ما اعرفش من 20 30 سنه حصل كذا، بس الكلام ده ما بيحصلش، بس برضه وارد بعد الشر يحصل. عشان كده لما بنقول اللي عنده عاوز عمليه، ده معناه ان 100% اللي عنده عاوز عمليه، يعني مش اي ديسك اقول له تعالى اعمل لك العمليه، لا لازم العين ده يبقى محتاج العمليه بنسبه 100% خلاص، لان هي مشاكلها فظيعه. ده فيديو بسيط كده. نفس الكلام اللي عندنا نايم برون، شيك ذا ليفل، ضرب المشرط، فتح جلد وتحت الجلد، المصل عمل لها سبليتنج، حط الاثنين سيلف ريتيننج ريتراكتور بتوعه اهمت. هو هنا هيستخدم دريل، هو امكانياته عاليه شويه، مفيش قراضه بقى ولا الكلام ده، شال السباينس بروسيس وشال جزء من اللامينا. وادي الثيكال ساك، خده بالمشرح اهوت خالص، والديسك تحته هيضرب فيه مشرط. وبعد كده هيجيب البنش او الديسك فورسبس يخش بيه يشيل الفراجمنت او يشيل الحته دي، وكل حاجه ترجع لطبيعتها تاني. هنا هيرجع العظم بس احنا ما بنرجعش عظم، يعني اللي بيتشال ما بيرجعش. يعني ايه؟ مش فاهمك. ايه اللي بيحصل؟ لا 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 مش بالشكل اللي انت متخيله خالص، اتس ناثينج يعني ولا حاجه. وحتى لو في شويه دم طالعين من العظم، انت عندك حاجه معانا واحنا شغالين، حاجه اسمها بون واكس او شمع عظم. ما انت معاك بايبولر، معاك حاجات هيموستاتيك وانت شغال، انت مش جزار، انت فاهمني؟ يعني كل ستيب احنا بنشتغل في بلادلس فيلد، يعني تلاقي كميه مثلا عندنا نزف في عمليه زي دي ما يجيبش 50 سي سي بلاد. ما فيش الكلام ده. لا لا نفس المنظر ده. اه والله نفس المنظر ده.
عادل الفايده ان الضرر بتاع ان انا اشيل لبن على الفايده بس عادل الفايده ان انا اخش اعمل عليه 100%. انت مش مدرك السايتك بين ده شكله عامل ازاي، مش مدرك ان عيان يخش لك العياده ولا لك دكتور محمد لو سمحت اقطع لي رجلي. انت متخيل؟ قسما بالله عيان من اسبوعين بيقول لي اقطع لي رجلي، والعنده بيلف عند مين؟ عند بتوع الفاسكولار، ومشخصينه ان ده كلوديكيشن بين، واعمل لي سيتي ابدومن، واعمل لي سيتي مش عارف على الاورطه، واعمل لي واعمل لي واعمل. انت سايتك بين، روح اعمل ام ار اي هيوج ديسك على ال4 ال5 متماشي مع شكوته. انت لو شلت حته من العظم nothing. في ناس بتتولد بحاجه اسمها سباينا بيفيدا او كالتا، مولودين خلقه حته من اللامن او حته من السباينس بروسيس مش موجوده اصلا عندهم، وعمرهم في حياتهم ما قالوا اه يا ظهري. فانت شايلانك العظم، انت ما اذيتش العيان. وعدم بتشيل زي ما بقول لك بحرفيه، ما بتجرش على حاجات معينه المفروض ما تجرش عليها، فما فيش مشكله خالص. النقطه الثانيه برضو عشان تكمله لكلامك، احنا احيانا بنشتغل انتر لامينر، ما بشيلش عظم خالص ولا بشيله خالص من النص. لو انا عنده ديسك مشفت على يمين او على شمال مش محتاج للمنطقه، لا مش لازم. انت ممكن تعمل لامينوتو، مش لازم. في ناس بقى ايه، في جراحين بتستسهل، افتح فتحه كبيره وكل العظم ده كله بيبقى الفيلد قدامي واسع وحلو واعرف اشتغل بحريه اكتر. وفي ناس لا، ممكن تشتغل من كوريدور قد كده وما تجيش على العظم خالص. ما احنا الكوريدور اللي قد كده ما بيشتغلوش في حالات سنترال، اشتغلوا في حالات فورامينال او اشتغلوا في حالات بوسترولاترال. عشان كده كل حاله وليها الابروتش بتاعها. لا، حالات السنترال ديسك دي انا بفتحها الكلاسيك، بشيل كل سبانس بروسيس واشيل جزء من اللامنه يمين وجزء من اللامنه شمال وريتراكت فيكال ساك وشل، ما بزنقش نفسي. بص، اصل هو سيجمنتال، انت بتشيل حاجات صغيره جدا يعني، بس في امكانيه كده، في امكانيه كده. لو انت في حالات اللامبر كانال ستنوزس، لو انت بتوسع على 4 و5 ليفل، بنعمل حاجه اسمها لامينوبلاستي، يعني بنعمل جتر يمين وجتر شمال من على اللامنه ونطلع بيهم حته واحده السباينس بروسيس باللامنه كلها، بنخلص الليجمنت ونعمل فورامينوتوم ونشيل الديسكات اللي احنا عاوزينها ونقوم مرجعين كل الكلام ده تاني. بيحصل، بيحصل. بس هي يعني كل حاله وليها شغلها. ده عيان في سنترال ديسك مش كده؟ على انهي ليفل؟ ده شكل الديسك لما طلع. ده عيان عنده ايه؟ برافو، سيكوستريت فراجمنت كرينيال ولا كودالي ميجريتد؟ برافو، على انهي ليفل؟ برافو، ده اتعمل له مايكروسكوبيك ديسكيكتومي، فتحه قد كده بالميكروسكوب، دخلنا عملنا ايه؟ سيكوستريكتومي، جاست ريموفال اوف ذا سيكوستريت فراجمنت اونلي. العام بين فري بوست اوبرتو، تمام. ده عين عنده ايه؟ عنده ديسك بس عين نحس شويه، نحس ايه؟ الديسك بتاعه فار لاترال، بعيد قوي يعني، مش في النص ده، هناك شايف السهم الاصفر مشاور على ايه؟ ده تحت الفاسد. فالعيان ده عشان اجيب الفراجمنت اللي طالع هناك دي محتاج اشيل الفاسد، وادام شلت الفاسد يبقى انا جرت على الاستابيليتي بتاعت السباين، يبقى بالتالي لازم اعمل ايه؟ اثبت. فعين زي ده ما ينفعش تشيل فراجمنت وداوت فيكسيشن. الحاله دي عندها ايه؟ ايوه برافو، عندها سبونديولايثيسز، ليتك سبونديولايثيسز، عملنا لها ثبتناها، ولو خدت بالك هتلاقي البوست، هتلاقي الفقره رجعت لمكانها، شايفها؟ وحاطين حاجه اسمها كيج في النص ما بين الفقرتين وبعض يعني. ده المهندس اللي بحكي لكم عليه ده. ده اللي عنده جايب كودا. كان عنده ايه؟ عنده فراجمنت كبيره مربشره خالص، هي على انهي ليفل؟ انهي ليفل؟ برافو، 3 4. اللي عنده ايه؟ عنده sequestrated fragment caudally migrated. طلع منين؟ من L4 L5 disk. احنا قلنا في الاول ان sequestrated fragment دي ممكن يحصل لها ايه؟ to vanish، يحصل لها resorption. نفس العيان
بعد 6 شهور. العين ده هو العين ده. خلاص؟ العين ده هو العين ده. لوحدها اهي، مش راح عند حد فيزيوثيرابي وقال له انا بالعلاج الطبيعي طيرت لك الديسك، او راح لحد بتاع بين ثيرابي او ار اف وقال له انا بعد الار اف، لا. ده نورمال فينومينا، هي راحت لوحدها عشان هتروح غصب عنها. تمام؟ فمش اي ديسك يتفتح والعين زي الفل، يعني ما فتحناش ظهر العيان والعين اتعالج بشكل كويس والفولو اب بتاعه الحته الفراجمنت دي فانش، الصور دي بتاع نفس العيان. لا اتس ا بيور ديسك دي. لا هو يعني كلمه سودو ديسك دي بنقولها في حاله واحده، في حاله الاسبونديولايفيسز. تمام؟ لما الفقره تبقى طالعه من مكانها سنه بيديك ايحاء ان الديسك ده هرنييتد، انما هو في واقع الامر الديسك ده مش هرنييتد، فبنسميها سودو ديسك. اتس نوت ا ترو ديسك برولابس. حتى وانا شغال ما بشيلش الديسك، لان مفيش ديسك برولابس اصلا. هو بس لما الفقره ثابت وسرحت وطلعت سنه لقدام اتهيأ لك ان الغضروف رجع سنه لورا. تمام؟ انما سودو ديسك ما ينطلقش ولا يتقال على الاشعه دي. دي عينه عندها يعني ديجنريتيف كانال ستينوزس تقريبا من اول ال2 لحد ال5. عملنا لها كومبريسيف لامينكتومي، شلنا السباينس بروسيس من اول ال2 لحد ال5 ومحطوط لها بتاع كام دول؟ 10 مسامير، 5 يمين و5 شمال. ده العين اللي جاي يقول لي يقطع لي رجلي. هو العين ده فورامينال ديسك عنيف. يعني ده بقى ما تدلوش فرصه للميديكال ولا الفيزيوثيرابي ولا الكلام ده، هو ان بين، هو مش مستحمل. يو شود ريسبكت ذا بيشنت ديزاير. هو بيقول لك شوف لي حل. تمام؟ دي حاله برضو تانية، ديسك اكستروجن كبير واعتقد اتعمل بالميكروسكوب والامور كويسه بتاعته. دي حاله برضو ديسك خيبان صغير جدا بس فرامينال، فالعين جاي ان بين. مش ليكي من رايت ولا ليفت سايتك؟ برافو رايت. ودي المنظر تحت الميكروسكوب، ده الفيكال ساك اللي هناك دي. خلاص؟ وده الروت، ودي الاكزيلا بتاعت الروت. خلاص؟ والديسك بيبقى تحت يعني. فالروت ده خلاص بقى ديكمبريز والدنيا تمام. اي سؤال؟ شكرا.